سلامي طبعا في البدايه لكل اعضاء وزوار القناه. طبعا موضوع سد النهضه بقى من اكثر الملفات سخونه على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، واصبح شغل الشاغل في الشارع المصري. فمش بس السياسي بقى المشغول بهذا الملف، حتى المواطن العادي بقى مشغول جدا وقلقان ان يتم افتتاح هذا السد دون الوصول لحل جذري بين الدول الثلاثه وهي مصر والسودان واثيوبيا. طبعا بسبب الاخبار اللي هي تم تداولها ونقص المياه في مصر، وده هيأثر على الزراعه ومن هذا القبيل. طبعا هناك اخبار للاسف تم نشرها في خلال الايام اللي فاتت، وكانت اخبار صادمه جدا زي الخبر اللي اتنشر النهارده يوم الخميس ونشرته اثيوبيا، وكان صاعقه بالنسبه للشعب المصري. وللاسف مش مفهوم ايه الهدف منه ونشره في هذا التوقيت. طبعا قبل ما هندخل للخبر واقوله بالتفصيل كما جاء على السوشيال ميديا، كان من 3 ايام شركه ساليني الايطاليه، ودي شركه هي المسؤول الاساسي في بناء سد النهضه. طبعا هناك شركات اخرى زي شركه فرنسيه او صينيه او المانيه، لكن شركه ساليني الايطاليه هي المقاول الرئيسي في بناء سد النهضه. فمن 3 ايام فاتوا نشرت صور حصريه من سد النهضه وكتبت تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطلبت او بتدعو الرئيس الامريكي ترامب ان هو يقص شريط افتتاح سد النهضه في 2020. طبعا كان موقف غريب وكان عليه علامه استفهام كبيره، ليه شركه ساليني بتنشر هذه الصور في هذا التوقيت بالذات؟ في اجتماع هيتم بين الدول الثلاثه السودان ومصر واثيوبيا في القاهره يوم 15 نوفمبر. ده طبعا بعد اللقاء اللي عمله الرئيس السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارته للأمم المتحدة، وكان برعاية الرئيس الأمريكي ترامب، وده دخل بوساطة بين أبي أحمد وبين الرئيس السيسي عشان حل موضوع سد النهضة. وتم الاتفاق بالفعل على اجتماع طارئ بين الدول الثلاثة، وهيتم في القاهرة 15 نوفمبر. وده صرح بيه طبعا السفير الأثيوبي في مصر، وقال احنا اسفين طبعا على تأخير هذا الاجتماع، وده كان بسبب الظروف اللي مرت بها دولة السودان في الايام اللي فاتت. طب لما هو في اجتماع هيتم يوم 15 نوفمبر، ايه لازمة الاخبار اللي بتتنشر من وقت للتاني؟ هل ده استفزاز للشعب المصري؟ ولا هل بتقولوا للشعب المصري احنا هنفتتح السد ومش هيهمنا النتائج اللي هتكون في هذا الاجتماع؟ طبعا موقف غريب وعجيب جدا مش مفهوم. طبعا قبل ما هدخل على الخبر اللي هو اتنشر النهارده، معلش هنشوف الصور اللي نشرتها شركه ساليني الايطاليه من 3 ايام لسد النهضه، وهنرجع لكم تاني عشان نقول الخبر اللي صدمنا كلنا طبعا اول ما شفناه على السوشيال ميديا. هذه هي الصور الحصريه اللي نشرتها طبعا شركه ساليني الايطاليه لسد النهضه خلال الايام اللي فاتت. بعد ما شفنا مع بعض طبعا الصور الحصريه اللي نشرتها شركه ساليني الايطاليه لسد النهضه ودعت الرئيس الامريكي بافتتاحه، يا ترى ايه الخبر اللي نشرته اثيوبيا النهارده؟ كان خبر صادم جدا. طبعا احنا هنقول الخبر كما جاء على السوشيال ميديا وبعد كده هنحلله مع بعض واحده واحده. كشفت اثيوبيا طبعا اليوم الخميس عن اكتمال مشروع بناء سد السرج من مشاريع سد النهضه الاثيوبي الكبير، ووصفته طبعا بعلامه فارقه في المشروع باكمله. وقال رئيس الجهاز التفتيش الفني على اعمال البناء جيرما ان الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل، وتم ملئه باكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانه، ويغطي هذا الوجه مساحه تزيد على 330 الف متر مربع، وطول السد 5.2 كيلو متر ويبلغ متوسط ارتفاعه 50 متر. وصرح جيرما لوكالة الأنباء الأثيوبية أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء السد أو المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي. وذكر أن معالجة الأساس قد تم إنجازها في وقت سابق لمنع أي تسرب للمياه الجوفية، كما تم وضع أكثر من 30 ألف غشاء بلاستيكي تحت الأرض طبعا عشان يمنع تسرب المياه. وأضاف أيضا أن إنجاز هذا المشروع
مع جميع المكونات الأساسية، هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها، والأهم من ذلك هو الطريقة التي نحتاج إليها. وينوه في نفس تصريحه بأن هذا السد الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط ليها البالغة طبعا 15760 ميجا وات من السد الرئيسي. ويشار أيضا أن هناك قدر كبير من المعرفة ونقل المهارات خلال بناء سد السرج. طبعا ده كان الخبر اللي نزل على السوشيال ميديا. طبعا قبل ما هنحلله مع بعض وندخل في تفاصيله، هنشوف الصورة اللي نشرتها طبعا اثيوبيا النهارده لسد سرج، وهو جزء بسيط من سد الاثيوبي تم الانتهاء منه، وهينقلوا العمال من هذا السد اللي تم الانتهاء منه للسد الاساسي هو سد النهضه. هنشوف الصوره اللي نشرتها وبعد كده هنكمل مع بعض تحليل هذا الخبر اللي كان بمثابه صدمه كبيره طبعا للشعب المصري. هذه طبعا هي الصوره اللي نشرتها طبعا اثيوبيا النهارده عن اكتمال سد السرج. بعد ما شفنا طبعا الصور الحصريه اللي نشرتها شركه ساليني من 3 ايام لسد النهضه، دي كانت صور حصريه، والنهارده طبعا خبر جديد بتصدمنا بيه اثيوبيا وهي نشرها لسد السرج، وبتقول انها تم الانتهاء منه وهيتم نقل العماله لسد النهضه. في البدايه طبعا هو ايه سد السرج اللي بتتكلم عليه او نزلت الخبر عنه اثيوبيا النهارده؟ سد النهضة عبارة عن مجموعة من المشاريع أو مجموعة من السدود، فكل سد بيتم الانتهاء منه بيتم نقل العمالة منه للمشروع الرئيسي وهو سد النهضة. فسد السرج ده كان عبارة عن سد من ضمن السدود اللي بيعتمد عليها سد النهضة، وتم الانتهاء منه كما قال المهندس التنفيذي، وهينقلوا العمالة للمشروع الرئيسي وهو سد النهضة. لكن الغريب في الأمر، ليه نشر هذه الأخبار في هذا التوقيت؟ وخصوصا أن هو قبل الاجتماع المرتقب بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا اللي هينعقد في القاهرة طبعا يوم 15 نوفمبر. هل ده استفزاز للشعب المصري؟ ولا من الآخر أثيوبيا بتقول للشعب المصري إحنا هنفتتح السد سواء توصلتوا لحلول في هذا الاجتماع أو ما توصلتوش، فإحنا في طريقنا لافتتاح سد النهضة. هل ده لعبة بالنار؟ ولا هناك أيادي خفية بتلعب في موضوع سد النهضة وبتشعل الفتنة بين مصر وأثيوبيا طبعا من وقت للتاني؟ طبعا كانوا في نقطتين، ويعتبر نقطتين يعني مش كبار، وده اللي صرح بيه السفير الأثيوبي في مصر وقال هناك نقطتين بس اللي مختلف عليهم في موضوع سد النهضة، وإن شاء الله هنوصل لحل فيهم. كانت أول نقطة وهي ملء الخزان. النقطة الثانية وهي تشغيل الخزان. وقال لك لا، أول ما هنوصل لاتفاق بين بعضنا يعني بين مصر وأثيوبيا والسودان هيتم التوافق طبعًا وهيتم افتتاح السد. لكن في هذا التوقيت وقبل الاجتماع بساعات يتم نشر هذه الأخبار، فأكيد هناك سبب آخر لا نعلمه. فيريد التوضيح من اثيوبيا وتقول لنا ايه هدفها من نشر هذه الاخبار في هذا التوقيت، والخاص طبعا هو قبل الاجتماع بساعات. هل زي ما انا قلت ده استفزاز للشعب المصري ام هناك سبب اخر؟ يريد التوضيح. ده كان ملخص للخبر الصادم اللي للاسف صدمتنا بيه اثيوبيا النهارده، ونامل ان الاجتماع بكره اللي هو منعقد طبعا يوم 15 نوفمبر يتم حل جذري عشان يتم غلق هذا الملف بالكامل اللي اصبح من الملفات السخنه جدا وشاغل بال ناس كتيره. كنا قلنا في اول الفيديو طبعا مش بس السياسيين اللي هم مشغولين بهذا الملف، لكن حتى المواطن العادي بقى قلقان وخايف من افتتاح هذا السد دون الوصول الى اتفاق بين الدول الثلاثه. أتمنى يكون التقرير عجبكم، وفي انتظار ردودكم ودعمكم للقناة واشتراككم، وانتظروا طبعا احنا بنتابع الأحداث لحظة بلحظة.